مؤسسة أكرم المهندس للإنتاج والتوزيع الفني ميسان الكحلة. الحجم يصير طق بطق وتونس إذا أدخل أنا بميدان وأشوف الواقف السولف فقط بالحجم. بس خوف من أطب ميدان والقلب بعض يجل السامع تحكي بالردية وتحكي الملزق. الما يحترم بالميدان أكيد إخلاق ما عده وعايش على المذلة وعايش بذله. الما يحترم بالميدان أكيد إخلاق ما عنده وعايش على المذلة وعايش بذلة. يجل السامع الما يحترم بالميدان بن عالي يدوس. الما يحترم بالميدان بن عالي يدوس. الما يقدر علينا نقول له خلي يسكت وخلي يبطل الهوسات ويفتح محل ويبيع بي بسكت. زعيم الفارس وراك ورباطة عدي. لا خلينا لا عمارة لا مرض عليك الزهر. الفارس وراك ورباطة عدي. الما يقدر علينا نقول خلي يسكت. الما يقدر علينا نقول خلي يسكت وخلي يفتح وخلي يبطل الهوسات ويفتح كشف ويبيع بيه بسكت. ترى الهوسات مو شرط مش الشغلة السكت. ترى الهوسات مو شرط ترى الهوسات مو شرط مش الشغلة السكت. ادق ولهم صبر يا راح برحاي وشي في ايد الصفق ارواح برحاي. لهم صبر يا راح برحاي وشي في ايد الصفق عراح برحاي. ان طرت النخل كان امتلك برحاي. ما كم الهوسات اللي يسمعون قضيتي راح برحاي وشي فيد الصفق على راح ان طرت انتخل كان امتلك طلع كذاب وفعال ردية. هاك استمع منه والحكي اللي ينقال بيهم من يمتها الفيل هم يخطي وبيهم من يمتها على القصص كذاب. كون عباك تفزع مثل خف الذيب لا جيب السند والحمل كام امال. مو كل من تشوفه تحس بليك حزام. هي الغابه من تطبها تشوف بيها اشكال. وانا مقصد كلامي والمعنى والتفسير مو كل الرفاقه للحمل شيال. لا تنطر من غير سلاح الناس تبوق النايم لا تنطر من غير سلاح الناس تبوق النايم.